مرورا بشوارع معزولة ضيقة تحاصرها جدران فاصلة من كلا الاتجاهين، وصل موكب حراسة الأراضي المقدسة في 26 من أيلول إلى قرية عمواس القبيبة البيبلية للاحتفال بعيد القديسين سمعان وكليوباس تلميذي عمواس في بازيليكي ظهور الرب يسوع. إن هذين المسافرين الغامضين هما من يغادران أورشليم بعد صلب ودفن يسوع، ويعتقدان أن كل شيء قد انتهى الآن. بدلا من ذلك، في عيد الفصح بالذات يرافقهما مسافر غامض ويشرح لهما الكتب المقدسة ويساعدهما على فهم أن ابن الله قد أتى بالتحديد ليخوض سر الموت، وبالتالي يساعدهما على فهم المعنى العميق لعيد الفصح. ترأس القداس الإلهي الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة بمشاركة لفيف من الكهنة والرهبان الفرانسيسكان. وفي عظته قال الأب باتون: إن المسار الذي سلكه التلميذان كليوباس وسمعان كان رحلة اكتشاف تدريجي لواقع عيد الفصح، كاكتشاف تدريجي لوجود يسوع القائم من بين الأموات، فنشأ الأمل من الألم. وأضاف يقول: هكذا أيضا بالنسبة لنا اليوم، يقودنا يسوع إلى اختبار الإيمان الفصحي الذي هو دائما ثمرة لقاء معه، لقاء غامض ولكنه حقيقي. نحن جميعا أشخاص نحتاج إلى إعادة اكتشاف الأمل من خلال السماح لأنفسنا بمرافقة يسوع والسماح لقلوبنا بالاستدفاء بكلمته، كما نحتاج جميعا إلى معرفة كيفية التعرف عليه في كسر الخبز. ثم يذكرنا عيد القديسين سمعان وكليوباس أيضا بما يأتي إلينا من هذا اللقاء، من هذه الخبرة، إذ تنبع خبرة حرية داخلية أعمق بكثير. لم يعد هذان التلميذان بعد التعرف على يسوع خائفين من العودة إلى أورشليم خلال الليل أو مواجهة العالم. تقطن قرية عمواس اليوم عائلة مسيحية واحدة، ورغم ذلك يبقى الوجود المسيحي حاضراً وبشدة من خلال الأعمال الإنسانية ورعاية المجتمع المحلي من قبل الدير والمؤسسات المسيحية. وجود الآباء الفرنسيسكان يعطي مساعدات كبيرة جداً لأهالي القرية. في 1973 الدير كان المساهم الأكبر في إيجاد شبكة الكهرباء للقرية، وكانت من أوائل القرى التي وصلتها الكهرباء. رهبات المخلص اليوم موجود فيها ملجأ لرعاية المسنين العجزة، فيها تقريباً 37 ل40 مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة جداً، وعندنا رهبات القديس تشارلز اللي هم بيقدموا الرعاية الصحية منذ العام 1910 وحتى تاريخ هذا اليوم بعيادة متواضعة، ولكنها تعطي قيمة كبيرة للإنسان عندما يكون مريضا. في القرية التي تبدل فيها الألم بالأمل مع ظهور السيد المسيح لتلميذيه، يبقى الرجاء قائما بأن يستبدل الجدار الفاصل بجسور التواصل.